السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر. خلاصة معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب مصر أمام منتخب البرازيل، مباراة في ربع نهائي أولمبياد طوكيو المقامة في اليابان 2020 بإذن الله تعالى. طبعا مباريات الأولمبيات اللي هي مصر تحت 23 سنة، اللي هو المنتخب الأولمبي أمام منتخب البرازيل الأولمبي. متابعينا الكرام، المباراة بإذن الله تعالى هيكون ميعادها اليوم السبت 31/7/2021 او 31 يوليو 2021. المباراة معادها الساعة 12 مساء، ومساء معناها الساعة 12 الظهر يعني، تمام، الساعة 12 ظهرا بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة معادها الساعة 1 ظهرا او مساء برضو بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة معادها الساعة 2 ظهرا او مساء بتوقيت الإمارات وعمان. المباراة معادها الساعة 11 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 10 صباحا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورت اتش دي 7، ومعلق المباراة المتألق رؤوف خليف، كذلك قناة الكاس 3 اتش دي والكاس القطرية الثالثة. ملعب المباراة استاد سايتاما 2002. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وعمل لايك الفيديو، لا تنسى توقع نتيجة المباراة اكتب ذلك في التعليقات. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.